بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ برضه شباب، انا باكد على تحذيري بخصوص البروفايل والجروب. هتلاقي في وصف الفيديو في لينك للبروفايل والجروب، تتابع عليهم عشان ايه؟ اذا حصل شيء للقناه تيجي مساله حقوق النشر تبقى انت متابع معايا على البروفايل او الجروب. هنكمل كلامنا عن المانسلز اوف ذا فور ار ديب جروب. طبعا احنا خلصنا في الفيديوهات السابقه المانسلز الموجوده في الفور ارم اللي هي السوبرفيشال جروب، بس انتوا عارفين طبعا ان انا عاشق للمراجعات، فعشان كده هنراجع كل حاجة خدناها قبل كده تاني قبل ما نتكلم عن الايه الموضوع الجديد اللي هو الفليكسور ديجيتورم وفنس. اول حاجة زي ما احنا شايفين هذه عضلة البايسبس ماسل. هنجد ان البايسبس ماسل طبعا ده المنطقة دي طبعا هي تعتبر نهاية الارم وبداية الفور ارم، انتهاء الذراع وبداية الايه الساعد. تظهر عندنا هنا ثلاث عضلات زي ما اتفقنا في نهاية الأرم. العضلة الأولانية دي البايسبس ماسل، ودي بتنتهي بتو انسرشن، واحد بيسمى الإيه الانسرشن تندون، ده بيبقى عبارة عن تندون عادي، والتاني بيسمى البايسيبيتال أمنيورسيس. هتلاحظ إن البايسيبيتال أمنيورسيس بيقوم بينام كده وبيحسس على الماسلز بتاعة الفور أرم، واخد بالك؟ بينما التندون بتاع البايسبس بيبدأ إن احنا نشوف الانسرشن ده الناحية التانية أهو، يبقى موجود هنا على الريديوس بون، تحديدا على تيوبروستي او على بروز يسمى الريديال تيوبروستي. يبقى اذا البايسبس ماسل ليها تو انسرشنز، واحد بيبقى عباره عن تندون بينزل في الريديال تيوبروستي نقدر نشوفه الناحيه الثانيه، والثاني بيبقى عباره عن انيورسيس بتنام على الايه العضله. طيب تحت البايسبس ماسل هنجد عضله تسمى البراكيالس ماسل، وده يعتبر يعني دوم العضلتين موجودين في الانتيرو كومبارتمنت او القطاع الامامي للارم. خلاص كده، في ورا بقى هنجد في البوستيور كومبارتمنت او القطاع الخلفي للارم هنجد هنا العضله الثلاثيه المعروفه باسم الترايسبس ماسل. مبدا ان انا اغادر منطقه الارم وابدا ان انا اخش منطقه الفور ارم، تبدا تظهر عندي عضلات كتير جدا زي ما قلنا. الفور ارم بتبقى عضلاته كتير قوي، وقلنا ان احنا بنعيط من هذه من كتر هذه العضلات. عندك هنا في المنطقه دي يعتبر العنصر الاهم والاشهر في مساله الماسلز بتاعت الفور ارم، تحديدا الماسلز اللي هي بنسميها الانتيرو كومبارتمنت اوف ذا فور ارم، او الماسلز الموجوده في الجزء الامامي من الفور ارم، او اللي احنا ممكن نسميها الفليكسورز. قال ايه الفليكسورز؟ قلنا ان كلها بتاخد اوريجين من حته تسمى الميديال اي بي كوندايل. ساعتها قلنا الميديال اي بي كوندايل ده يعتبر الكومن هيد او الراس العام لهذه الايه الفليكسورز. واتفقنا مع بعض ان انا عندي في الجزء الامامي من الفور ارم عندي في عضلات بتبقى سوبرفيشال وفي عضلات ديب، واتفقنا مع بعض ان اجمالي العدد بتاعهم 8 عضلات، 5 سوبرفيشال 5 سطحيين خلصناهم، و3 ديب، والثلاثه ديب دول هم موضوعنا الايه الاساسي ان شاء الله في الفيديو ده والفيديوهات اللي جايه. طيب نراجع مع بعض العضلات السوبرفيشال الموجوده في الانتيرو كومبارتمنت. خليني بقول كلمتين او بقول اول حاجه ان العضلات ديت موجوده في الانتيرو كومبارتمنت او في القطاع الامامي من الفور ارم او القطاع الامامي من الساعد، او ممكن نقول الفرنت اوف ذا فور ارم، او بيبقوا موجودين قدام الفور ارم. وبعدين يبقى ده اول وصف لهذه العضلات. خلاص كده، بس انا لو قلت كده يبقى انا بتكلم على حوالي 8 عضلات، فلازم اقول سوبرفيشال جروب. يبقى الفرنت اوف ذا فور ارم او الماسلز الموجوده في الفور ارم من قدام السوبرفيشال جروب، يبقى ساعتها انا قصدي على 5 عضلات بس، اللي هم البرونيتور تيرس ماسل، ودي بتاخد هنا من الميديال ايبي كوندايل وبتنزل. لو جينا بصينا الناحية التانية البرونيتور تيرز بتاخد من الكومن اوريجين وبتبدا ان هي تنزل تمسك في الريديوس، في تحديدا في اللاترال سيرفيس اوف ذا شافت اوف ذا ريديوس في الميدل. يعني ادي الريديوس اهو، وهاجي عند اللاترال بتاع الريديوس الجانب اللاترال من الريديوس، وهمسك في ليه في المنتصف بالظبط، في الميدل اوف ذا لاترال سيرفيس اوف ذا شافت اوف ذا ريديوس. خلاص، يبقى دي البرونيتور تيرز ماسل. تظهر بعد كده عندنا في الساحه الفليكسور كاربي راديالس والمالمارس لونجس والفليكسور كاربي ولارس. قلنا ساعتها ان الفليكسور كاربي راديالس دي بتعدي على الكاربن بون والريديوس بون، لكن طبعا بتحلق لهم كلهم، وفي الاخر بتمسك في السكند والثيرد ميتا كاربال بونز. البالمارس لونجس قلنا ان هي بتنزل لغايه البالم اوف ذا هاند، عشان كده اسمها بالمارس لونجس، وبتمسك في حاجه اسمها البالمر ابنيوروسس. والفليكسور كاربي ولارس دي اللي هي بتمسك في الهوك اوف هاميت ومش عارف ايه، قلنا بيزو هاميت وبيزو كارب، وارجع للفليكسور كاربي ولارس. قلنا ساعتها انه الثلاث عضلات دول اللي هم الفليكسور كاربي راديالس والبالمارس لونجس والفليكسور كاربي ولارس كلهم بينزلوا يعملوا فليكشن على مستوى الايه الريست، فليكشن على مستوى الايه الريست. طيب خلاص كده، فدي كانت المجموعه. طبعا فاضل اخر واحده اللي هي الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، وقلنا دي بتروح للميديال فور فينجرز او للايه الاربع اصابع الميديال، وبتمسك في الميدل فالانجيس او بتمسك في الفالانجيس اللي الوسطى. خلاص كده، وساعتها اتعرفنا على عضله ثانيه تسمى الفليكسور ديجيتورم بروفانس، ودي موضوعنا الاساسي اللي هي بتمسك بقى في الفالانجيس البعيده، وده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل، ما تشغلش بالك في الفيديوهات اللي جايه.